لك يا حمار. مرحبا حبايب بنت الله سارة، كيفكم؟ ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم حيكون فلوج بيني وبينكم وبنتي. فلوج حيكون انا سافرت انا وبنتي مايا على السويد، اهلي ضلوا بمصر، هيقعدوا بعدي فترة وبعدين هيجوا. اول مرة عن جد من يوم ما ولدت مايا اقعد لحالي انا وياها فقط، انه اقضي ايام انا وياها لحالي وننام لحالنا واعمل كل شيء لحالي. هاي التجربة اني اشوف كيف انا ومايا رح تكون ايامنا مع بعض. صح، بقى اكذب عليكم، اول ما ولدت كنت ولدت عند اهلي، كنت بالسويد معاهم، ما حسيت كيف راح اكون انا وبنتي. قبل تشوفوا الفيديو اشتركوا بالقناة زر الاحمر تشوفوني كل يوم وبيج لايك، ويلا نبلش الفيديو مع بعض. اول شيء بدي اورجيكم شغله، هون كل شيء مكركب لانه كنت عم بفضي الشنط، فما رتبت شيء الملابس وشي، حتى السرير مش مفروش ولا شيء، هون حتى البامبرز كل شيء بترتيب الغرفه. هاي غرفه الملابس تبعيتي انا ومايا. هون حبيبتي مايا كانت تلعب لحالها وانا كنت عم برتب بدي اخلص، وهي نيمت حالها بحالها حبيبه قلبي. مثل بنتي راضعه ومغيره وكل شيء ونظيفه، بتلعب لحالها وبتنام، عودتها على هذا الشيء الحمد لله. بدنا نرتب طبعا، اشتريت لها ببرونات جديدة، بدي اروح هلا اغليهم وارتبهم. اوكي ضحكوا شغلة، شو حطيت الميك اب؟ حطيته على الارض هون. لسه بدي افرد الميك اب تبعي تبع السفر هدول. هون طبعا حليب بنتي واغراضها، بدي الغرفة بدها ترتيب بشكل عام رح رتبها. وسارة بدها ترتيب شعري، ما عملته، صحيت تحممت ونمت وصحيت لقيته هيك. وشي ما حطيت ولا شيء ولا ميك اب ولا شيء، مو جاي على بالي احط ميك اب اليوم لانه كفاية تعب وشي صراحة. لما كنت في مصر طبعا طلعات وشي ميك اب، فيا بدي هيك استرخاء، ارجع هيك سارة ريلاكسينج، وفرصة انه هلا ما في طلعة بس رح اروح سوبر ماركت اقضي للبيت واجي. اوكي يا ايش بدي اقول؟ ما شاء الله الثلاجة فاضية، يعني في اشياء هاي اللي ما بتخرب، والله يمكن حتخربوا، بدي اروح اشوف. فاضي فاضي، ما في شيء ولا شيء ولا شيء، حتى حليب ما في شيء. او ماي جاد، ايش خلاني انا اوافق اسافر لحالي؟ اسالكم ليش؟ لانه ما عندها مواعيد كثير، ما فيني اقعد الفتره حياتي فيها اهلي كلها، فاضطريت اني اسافر قبل هون، اقطع اجازتي، اصلا اجازتي كانت كلها شهر، المجموع كل الشهر، فعلي كان في شهر، انبسطنا الحمد لله، كان اجازه كثير بتجنن. اهل مصر بدي اقول لكم رساله لكم، انتوا بتجننوا جد عن جد، كثير انبسطت معاكم وما توقعت جمهوري الكبير في مصر. اوكي بدي اروح سوبر ماركت هلا، احط مايا بعربيتها ونطلع على السوبر ماركت واروح اشتري اغراض للبيت، لانه لازم 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 اروح اعطي للبيت، لانه شو بدنا نتغدى يا ساره اليوم؟ بنتي حليبها جاهز. اوكي وانا 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 فيا خلينا نروح نغير كل شيء ونرتب كل شيء. طبعا السويد وجوها، رجعنا لجو الشتاء، درجه الحراره عندنا تقريبا 15 بلس، يا من 45 50 ل 15 و20 درجة الحرارة. او ماي جاد فرق، ان شاء الله يا رب بس انا ومايا ما يصير عندنا تغيير جو ونمرض زي هيك. لبست هلا رجعت هيك للشتوي شوي وماي راح ادفيها. فكرت تحكي لكم انا مش لحالي لحالي لحالي، قلت لكم اول فيديو انا لحالي وبنتي يا، بس معي اخوي عبد الرحمن اللي هو عبود، لانه مستحيل اضلي لحالي انا وبنتي، صعب صعب، حكم شغلي لازم يكون معي مرافق واحد دائما. لسه صعب اني ادير الاشياء هاي لحالي من غير مرافق حدا معي، بس اخذت معي اخوي عبود ليساعدني ويكون معي ورجال معي في البيت. قلت لكم بدي احط جوجو تنت، هذا من بنفيت ما بستغنى عنه ابدا، بيعطي الوجه مثلا انا ما بدي احط ميك اب ومو جاي على بالي احط ميك اب، فهذا بيعطي زي رونق الوجه، رح اورجيكم كيف. هحط هيك شوي مش كتير نقطتين، يعني هذا مركز، هعمل هيك يعطي، شوفوا الفرق، قولوا اني حلوه. والله بمزح يعني، بس انه حلو الطبيعي يكون، ما بحب دائما اتقيد بالمكياج وهيك شيء، ليش يعني؟ الواحد يبرز جماله الطبيعي، وهذا جمال الطبيعي، اتقبلوه اتقبلوه. وهلا طلعنا، هي عبود معي ومايا، طلعنا هلا على السوبر ماركت، جو شمس وبس في هواء يعني بارد. هي عبود لابس شتوي، لانه عندنا درجة الحرارة باردة، يعني لازم تدفى. شوف الفرق، في مصر بنتي شورت وكات فساتين، هلا بالسويد بطانيتين وجاكيت وشتوي. لا وشوفوا كمان
كيف الجو؟ عبود، من زحمة وسيارات زمير لهدوء وطبيعة. عن جد فرق كبير بين مصر والسويد. وصلنا السوبر ماركت، للأسف طفت الكاميرا أول ما وصلت السوبر ماركت، فرح أكفي هذا بالموبايل، لما أروح على البيت أكفي بالكاميرا، فبعتذر إذا اختلف الصوت، جودة الموبايل غير جودة الكاميرا طبعاً، اعذروني وتقبلوا حبايبي، الله يسعدكم. أوكي، هلا أنا بالسوبر ماركت بدي أقضي الأغراض، بدنا نجيب فواكه وخضار وهيك شيء، يلا، عنب بدك عنب؟ خلصنا قضايا. اوكي حبايبي، هلا انا وعبود قررنا ما نطبخ اليوم شيء لانه امبارح جينا من السفر. هلا حنروح شو نروح نعمل؟ ناكل صيني. يلا انا عزمك على اكل صيني. هاي مايا عم ترضع، طلبنا صيني، رح نتغدى صيني لانه اخوي رح يطلع وانا اقعد لحالي، ف لازم اكون فاضي لمايا. ما يكون عندي حدا بالبيت بكفي وقتي بس لمايا صراحه. صرت احاول اعلم مايا ترضع لحالها، انها تمسك الببرونه لحالها، واشتريت لها ببرونه هيك لها انها تمسكها لحالها. يلا امسكي. بس الصعب انها ترفعها، غير اساعدها انا يعني عشان تحط الحليب في طنها، لازم انا اساعدها، بس انا عم بحاول اساعدها. يمكن مع الببرونه الجديده اللي اشتريت لها اياها هيك مع ايدين مسكات تساعد اكثر انها تمسك الببرونه لحالها. هاي الصيني ما شاء الله خلص، انا لسه بدي ابلش. يا زمان على الاكل الصيني في مصر، ما طلبنا ولا جربنا الاكل الصيني هناك. يا زمان على السوشي. نصيحة بدي أقول لكم أن السوشي بتاكل هيك مرة واحدة، بتاكل لا تمسكوا هيك أوكي مع الصوص والسابي تمام، وبتحطوه مرة واحدة في تمكن هيك. شوفوا مايا شو عم تعمل مع خاله. صارت مشاغبة. اوعي اوعي، هذا ازاز ازاز لينكسر. شو بدك؟ العبي هون، العبي هون. صارت مشاغبة ما اكيد. شو عم تعمل يا بنت؟ لا 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 لا، لازم يصير ننظف مطرحها هاي. ايش بتسوي؟ لا تنظف معاه ولا شو بتساوي؟ مايا رجعت شرابك الثاني. وين وديت شرابك؟ ها؟ مايا ضاع. شو بتسوي يا مايا؟ طيب طيب. جو حلو بس بارد، تعودت على الحر والرطوبة والشمس. ومايا عم بتغني. سامعين مايا؟ 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 بتلاعب حالها. مايا 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 عندي، بدي أحاول أحط كل ببراسها الجداد عشان ينغسلوا هون. هيك حطيت كل ببرونات مايا عشان ينغلوا، وهلا بدي احضر شنطه اللي قضينا فيها الاغراض بالسوبر ماركت واقضيها واحطها بالثلاجه. هذا اللي بدك اياه يا كلبه، بدك بس شيل. انت بده ثيل كله خلقكي. بس انا مثي ثيل، انا مثي ثيل، انا مثي ثيل. نزلت اغراض السوبر ماركت، خليتيني مغنية اليوم يا بنتي. يعني شوفوا معاناتي. تو 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 بيتي 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 أجلي مايا يا حبيبة مامي. تو 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 بيبي شتا تورو تورو شتا تورو تورو مايا. ليش عبود طلعت تركتني بحالي؟ ثواني ثواني، بنوتي 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 سسولة، بنوتي اسمع كلامي، بنوتي اسمع كلام مامي. مامي شوفي شو جبت لك عشان انت بتموتي. يلا خلي تجي تاخر مايا الحلوة الدقة، مايا الحلوة الدقة. Toot 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 to
الحين نلبس مايو عشان ياكل لومي. يا احترت اجربتك هاد ولا هاد؟ ها راح نجرب اللي هو الرز مع خضار مع الشيكلينج اللي هو شيكلينج يعني تشيكن. اوكي بسم الله بسم الله بسم الله. شو تحبه؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ليه كشرنا؟ ليه مامي؟ يلا لذيذ؟ يعني ما اكذب عليكم ما حبته كثير بس ما في شيء مامي ما بنحبه بناكل كل شيء. يلا ليه؟ ليه؟ بسم الله بسم الله مام 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 مام. ليه عم بتفي؟ روح مامي يلا يلا يلا. مازال ما شاء الله تمت 6 شهور لازم اعودها انه مش ضلوا بس حليب. انت ما حبيتي؟ معلش معلش ايش لبي كله كله اعمل لك حليب. يلا كله نعمل حليب يلا استسلم. فشلت المحاولة ما عجبها. خلص خلص لا تكشري لا تكشري ما عادش بدنا ما عادش بدنا. طب اشرب مي يلا اشرب مي يلا اشرب مي. شوفوا مايا قاعدة عم علمها تقعد استني. مايا اقعد خدي هاي يا مركزة بالتلفزيون بس ما بخليها تقعد على التلفزيون كثير لأنه قالوا لي مش كويس. أهم شيء الحمد لله هي قاعدة يعني ها ما شاء الله شوفوا كيف بس انا حاطه حواليها مخدات عشان لو وقعت ما توقع على راسها. اتركتي شعري مايا مايا شوفوا مايا شو عم بتسوي فيني. لك يا حمار مايا سيبي شعري اتركتي شعر ماما. انت شدي شعر ماما انت شدي شعر ماما انت شدي شعر ماما. وهيك حبايبي جينا على نهاية الفيديو. شو تكونوا استمتعتوا بالفيديو؟ فيديو حلو ظريف عفوي انه انا لحالي في البيت وجدتكم مراحل انه ما صارت تاكل اكل برا غير الحليب وحاولت تقعد شوي شوي عم بعودها تقعد. يا ان شاء الله حبايبي رح تشوف فيديوهات اكثر هيك النوع مراحل لمايا وان شاء الله رح تشوفوا مايا قريبا بس انا بحس ان شاء الله مناسب الوقت يعني بس قربت ان شاء الله حبايبي. ويا حبايبي اذا انتم جداد او ما تشوفوني هذا الزر الاحمر اضغطوا عليه تنضموا لعائله حبايبي مثل لا تسارع وبيج لايك وتابعوني على انستغرامي هاد هو لتشوفوا جديدي اول باول انا وبنتي مايا. بحبكم كثير بشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي مع فيديو جديد. باي.